السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من قناة بيتي جنتي. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الهم والحزن والكرب وجبال الهموم اللي كتير منا شايلها. طبعا ما فيش بني آدم على وجه الأرض خالي من الهموم أو خالي من المشاكل أو خالي من راحة البال. ما افتكرش ان في حد كده يعني في الزمن اللي احنا فيه ده. الحمد لله على كل حاجة. اتمنى اللي يسمعوا الفيديو ده يكملوا للآخر. هقول فيه بعض الحاجات كده ان شاء الله تفيدكم، وهنقل لكم تجربة ليا بإذن الله تاخدوا منها خبرة وعظة علشان تتفادوها في حياتكم بإذن الله. أي واحدة عندها هم أو شايلة الهم أو زعلانة أو متضايقة محتاجة حاجة من ربنا، بيتمنى ان ربنا يحقق لها حاجة تيجي تسمعني يمكن تستفيد. عايزة اقول لكم ان انا قديلي فترة طويلة جدا يمكن سنين شايلة هموم حاجات كتير، يعني هموم لحاجات كتير، فده أثر سلبي على صحتي. طبعا أكيد اللي متابعني عارف الموضوع ده. المهم خير سبيل للخروج من الهموم هو ربنا. أنا من وأنا صغيرة بقول إيه، ما تقولش يا رب عندي هم كبير، قولي يا هم عندي رب كبير. الهم مهما كبر عمره ما يكون أكبر من ربنا. المشكلة مهما كبرت عمرها أكبر من ربنا. المصيبة اللي تقع على البني آدم مهما كبرت عمرها ما هتكون أكبر من ربنا. ليه؟ لأن ربنا هو اللي خالق الكون ده كله، وهو زي ما قال في كتابه العزيز إنه على كل شيء قدير. مادام مفيش حاجة في الدنيا أكبر من ربنا بقى كل حاجة سهلة، ومفيش حاجة مستحيلة، وكل حاجة تتحل مهما كانت المشكلة ايه، مهما المصيبة اللي احنا فيها. انا بتكلم كده وببقى عارفة ان المشاكل بتبقى حجمها ازاي، لان انا عشت مشاكل كتير جدا الحمد لله، وده من فضل ربنا عليا، لان زي ما بنقول كده بالعامية المؤمن ايه، والمؤمن بس هو اللي ربنا بيبتليه علشان يشوفه هيصبر ولا لا، ولو بيصبر عشان يختبر قوة صبره ايه لحد فين، وعلشان يضاعف ليه الحسنات. على قد ما ربنا بيبتليك تعرف انه بيبتليك علشان يضاعف لك حسناتك، علشان يقول لك انا جنبك مش نسيك، علشان يقول لك تعالى تعالى ادعوني استجب لكم. مش قال في سورة البقرة ادعوني استجب لكم؟ عشان يقول لك اول ما تعرف ان اول ما تجيلك مشكلة او هم او مصيبة تعرف ان ربنا بيقولك تعالى، انت قديلك فترة بعيدة عني، تعالى دعوني وانا هستجيب ليك، قولي انت عايز ايه. ربنا لما بيلاقي العبد بعيد عنه، بعيد عنه ازاي؟ يعني مش بيصلي، مش بيقرأ قرآن، وانا قلت قبل كده حتى لو كانت آية واحدة بس في اليوم، مش لازم يعني تقرأي صفحة، ومش لازم تقرأي حزب، ومش لازم تقرأي ربع كامل،
آية بس في اليوم، حاولي تقولي آية واحدة بس في اليوم وشوفي فضلها عليك هيبقى ازاي. فلما ربنا بيلاقي العبد بعيد عنه ومهتم بالدنيا قوي وشاغل باله بالدنيا واللي فيها، يقول له لا بقى انا هعرف اجيبك ازاي، فبيروح بقى يديله مشكلة، يفقد عزيز عليه. يديله شوية مرض كده يفكره ان في رب اسمه الكريم، انه في رب هو اللي مخليك قادر كده تقف على حيلك وتمشي وتروح وتيجي. ارجع له يقولك تعالى انت بعيد ليه؟ شفت انا جبتك ازاي؟ مهما العبد بعد ربنا يقول له ايه؟ لا تعالى بقى. ازاي؟ بيقول له تعالى زي ما بقول لكم كده. يلاقيه كده ما بيصليش ولا حاجة، يديله شوية مشاكل شوية هم شوية بعد الشر على اي حد بيسمعني، شوية مرض، يقول له تعالى انت بعيد عني ادلك فترة. العبد مننا اول لما بيتعب قوي ويحس بالالم يقول يا رب معلش انا اسف انا بعدت عنك كتير. فدايما المؤمن بس هو اللي ربنا بيبتليه، وعشان كده نفرح ونقول الحمد لله، الحمد لله يا رب انك اديتني الابتلاء ده، الحمد لله على كل حال، والحمد لله في السراء والضراء. مهما كان همك قولي الحمد لله، مهما كان همك قولي يا رب. خزينه كبيره قوي ومفتوحه في كل الاوقات وعمرها ما تنفد ابدا. ادعي له قولي يا رب انا عندي كذا وكذا وكذا. اقعدي كده في الثلث الاخير من الليل من بعد الساعه 12 بالليل كده، اكيد كلنا بنسهر، اللي عندها عيال بتسهر مع عيالها، اللي ما عندهاش عيال برضو بتسهر. فتعالي كده بعد الساعة 12 خصصي كده ربع ساعة او نص ساعة 10 دقايق يا ستي، وادعي فيها ربنا بكل اللي انت عايزاه. مش لازم تكوني حافظة صيغة دعاء معينة، لا قولي اللي في قلبك. قولي يا رب انا عايزة صحتي تكون كويسة، قولي يا رب خليلي ولادي، قولي يا رب خليلي امي، قولي يا رب خليلي زوجي. ادعي بكل اللي في قلبك ربنا هيستجيب على طول. طول ما انت جنبه، طول ما انت مع ربنا، عمره ما يفوت لك طلب مهما كان، مهما حتى لو كان الطلب ده انت شايفاه كبير قوي وانت ما تستاهلهوش من كتر ان هو كبير قوي، عمره ما يكون كبير على ربنا ابدا. وطبعا دي عن تجربة الحمد لله. نفسك تحققي أمنية قولي يا رب. ودلوقتي هقول لكم على بعض الحاجات اللي انا جربتها في حياتي وربنا عمره ما خذلني ابدا ابدا، ولا عمره يخذل حد ابدا. وعايزة هقول لكم كمان على اوقات الدعاء فيها مستجاب زي الثلث الاخير من الليل، ويا سلام بقى لو صليتلك الركعتين قيام ليل. مش لازم يجي رمضان علشان نصلي قيام الليل وتهجد وتراويح، خلي حياتك كلها رمضان، خليها كلها رمضان. يعني ايه؟ يعني خلي حياتك كلها قرآن، خلي حياتك كلها صلاة، خلي حياتك كلها أعمال خير، خلي حياتك كلها عبادة. عارفة لما تحس كده بروحانيات وإيمانيات حاجات حلوة قوي، تحس إنك عايشة طول السنة في رمضان، لدرجة ممكن اللي يدخل عندك البيت يقول ايه ده في روح حلوة، لانك انت روحك انت وروح روح الايمان اللي انت عملتيه في البيت كله الناس كلها حاسة بيه لما تدخل بيتك كده وتحس بالايمان اللي انت فيه. مش لازم يشوفك بتصلي، لا
هيبقى فيه طاقة إيجابية في المكان، هيبقى فيه روح حلوة كده اللي يدخل عندك البيت يحس كده براحة، بحاجة كده إيجابية. ليه؟ لأنك بتطيعي ربنا، لأن البيت كله عبارة عن صلاة وقرآن، وقرآن ربنا شغال طول الوقت. انتوا عارفين ان كل حرف في القرآن ليه خاص من الملائكة؟ تخيلي بقى لما تكوني مشغلة قرآن، شوفي بقى كام خادم حواليكي من الملائكة. لما تقرأي قرآن شوفي كل حرف انت بتقرأيه، شوفي كام كلمة انت بتقرأيها، شوفي كام آية انت بتقرأيها، مع كل حرف فيهم ليه خادم من الملائكة. تخيلي بقى يعني جموع الملائكة اللي هتكون حواليكي. تخيلي لما يكون في مكان كده كله ملائكة، يبقى شكله ايه؟ ولا ريحته تبقى جميلة ازاي؟ تبقى حاجة جميلة جدا. طبعا اول حاجة تعمليها بقى علشان تطلعي من اللي انت فيه، هترجعي لربنا وهتجيبي الكتاب ده اسمه حسن المسلم. الكتاب ده انا اديله معايا سنين، بابا كان مديهولي. وهتجيبي دعاء الهم والحزن، تمام؟ ولو مش عندك الكتاب ده اسمعيني وقولي ورايا، وهتحسي براحة نفسية عمرك ما حسيتيها في حياتك. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الدعاء ده مجرد ما تقوليه بس وانت متضايقة هتنسي كل حاجة، مش هتشيلي هم من أي حاجة خالص. وطول ما انت قاعدة كده استغفري ربنا، سبحي ربنا، احمديه على اللي انت فيه. مهما كان فيك ايه تعب، ومهما كان فيك ايه من زعل، قولي الحمد لله. قولي اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الدعاء ده مجرد ما تقوليه الملائكة ما بتعرفش تكتب حسناته ازاي، فبيفضل الملائكة تكتب في حسناته لحد يوم ما تقابلي ربنا يوم القيامة، مش بعد ما تموتي كمان، يعني بعد ما تموتي بيفضل يكتبوا في حسناته لحد يوم القيامة. تخيلي بقى، وقعدي كده استغفري ربنا، والله هتحسي براحة مش بعدها راحة تاني، مفيش بعدها راحة تاني خالص. ودي عن تجربة طبعا، طول ما انا متضايقة او زعلانة او شايلة الهم او حاسة تعب او مشكله، بقول الدعاء ده على طول واستغفري ربنا على طول. هقول لك برده دلوقتي صيغه الاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الله له وان كان فرا من الزحف. فر
حرارة من الزحف يعني من الحرب. وبيقول كمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر أو الأخير. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي أنا بقوله، أقرب ما يكون الرب لعبده في الثلث الأخير من الليل، يعني بعد الساعة 12 بالليل كده. إيه ده، خصصي نص ساعة كده صلي فيها ركعتين، لو ما بتصليش ما تصليش، اقعدي كده على السجادة بتاعتك والبسي جوانت وامسكي المصحف واقري لك ايتين، او خصصي لنفسك ورد كل يوم من الدعاء ومن القرآن. وزي ما قلت لك الأدعية دي هتفيدك قوي والله، وعن تجربة. وانا باذن الله كل فيديو هقول لكم دعاء وهقول لكم فضله ايه وامتى تقولوه. تمام. ويا رب اكون سبب في ازالة جزء صغير من بعض الهموم اللي بقى عند بعض الناس، لان انا مجربة الهم والحزن، مجربة المشاكل، مجربة التعب، لكن لازم اقول الحمد لله. الحمد لله على كل حال. هقول لكم حديث تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. برضو وانت بتصلي وانت ساجدة كده، بعد ما تقولي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3 مرات ودعاء السجود، قولي يا رب محتاجالك، قولي يا رب اصحيني، قولي يا رب اشفيني واشفي ولادي، كل اللي انت عايزاه قوليه وانت ساجده. مش لازم تقولي باللغه العربيه، مش لازم تبقى حافظه صيغه الدعاء علشان تقولي بيها، لا، قولي كل اللي في قلبك. مفيش حاجز ولا حائل بينك وبين ربنا ابدا، قولي كل اللي في قلبك وربنا سامعك ومطلع وشاهد على كل شيء انت بتقوليه. يا رب اذهب عنا الحزن جميعا يا رب، واشفيني واشفي كل مريض، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعلنا من اهل القران يا رب. يا رب اجعلنا من اهل القران يا رب، واجعلنا من حفظة القران لنكون شفيع لاهلنا يوم القيامه يا رب. انا اتمنى ان اكون شفيع لاهلي يوم القيامه، لاني الحمد لله خدمه كتب ربنا، لكن عليا ان ارجع. ادعوا لي بقى ان انا اقدر اراجع القران علشان افضل حافظه دايما لحد ما اموت. يا رب تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو ده، وهستنى تعليقاتكم ورايكم في الفيديو ده ايه. وانا مبسوطه قوي النهارده ان انا اتكلمت معاكم، وارتحت قوي لما اتكلمت معاكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ونكون بصحة جيدة، ما يكونش فيه هموم ابدا ابدا ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.